نتحدث عن هذا الجهد ويقف وراء هذا الجهد طبعا قيادي كبير وأسير لازال خلف القضبان وهو الأسير عبد الناصر عيسى، ومن خلفه مجموعة من العاملين في هذا المركز، ولديهم كثير من الإصدارات، وكان في المؤخرة كثير من الإصدارات مثل حكايات مراشد الأسير المحرر أمجد السايح وبسمة وداع للأسير المحرر أيضا أمجد السايح عندما تحدث عن أخيه الشهيد. يتحدث معنا الأستاذ حازم حسنين، هو منسق وحدة الدراسات والأبحاث في مركز حضارات، هو أسير محرر خرج حديثا وقد قضى 16 عاما داخل السجون الإسرائيلية، لديه تجارب في الكتابة، ونتركه بين يديكم في هذه الندوة لكي يتحدث عن هذه التجربة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ناصرا امينا مجاهدا، ونصلي ونسلم على الرحمه المهداه النعمه المهداه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاستاذ الكريم ابو يحيى ممثل الهيئه العامه للشباب والثقافه، الاستاذ اسلام عبده من وزاره الاسره، الاستاذ يحيى الدراوي مركز دليل الاحرار، الاستاذ اقتسام صايم من مؤسسه غزاء من اجل فلسطين، الحضور الكريم، المتابعون الافاضل، نرحب بكم اجمل الاتحاد في هذه الندوه التي نسعد ونتشرف بان نكون بين يديكم، ونشكر والشكر واجب لهذه المؤسسه الكبيره والعظيمه، مؤسسة الهيئة العامة للشباب والثقافة التي أتاحت الندوة الأولى في هذا المعرض للأسرية كل جهد وكل تقدير. فالأسرى، وقد تحدث الجميع بل تحدث الأسرى بسنوات أعمارهم التي أمضوها داخل السجون، تحدثوا بهذه المعاناة ليقولوا للعالم أجمع أننا، ونؤكد أننا لسنا أرقاما بل نحن أسرى مضينا في هذا الدرب، وكلنا تقدير لهذا الشعب الكريم الذي يستحق منا كل هذه السنوات. إخواننا الكرام، نتشرف أن نكون بين أيديكم وننقل لكم التحيات والتحذيرات من رئيس مجلس مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية من داخل سجون الاحتلال، الأسير الحر القائد عبد الناصر عيسى، من سجنه هو يوجه لكم التحية كرئيس لهذا المجلس وصاحب الفكرة. مركز حضرات إخواننا الكرام هو مركز خرجت فكرته من داخل سجون الاحتلال، وها هي تدخل السنة الرابعة بكل ثبات وإقدام، وتضع نصب عينيها خدمة قضية شعبنا بما فيها قضية الأسرى تحديدا. مركز حضرات يتشرف بأن يكون خادما لهذه القضية التي تستحق كل تقدير، وقد أصدر خلال تلك السنوات ما يقارب من 11 إصدارا، وهناك 3 إصدارات تقريبا هي قيد النشر والتحرير والتصديق، وستنر النور قريبا. إخواننا الكرام، قضية الأسرى اليوم طرحت نفسها بقوة في هذه الملتقيات الثقافية الأدبية، فقد على صوت إبداعهم وكثرت ونضجت وزادت، بل كانت زاخرة إبداعاتهم خلال السنوات الأخيرة، ولربما أنقل بعض كلمات النقاد، أن كيف لأسير بين جدران أربع يستطيع أن يكتب بكل إبداع وبكل اقتدار وبكل صور أدبية، ولربما لم يكن خريج لغة عربية أو كلية أداب، فرددت عليه وقلت له يا دكتور إنها المعاناة، المعاناة التي تتحدث حين يكتب أسير من داخل سجون الاحتلال عن قضية الأسر، فهو أكثر من يستطيع أن يصف هذه المعاناة، فما بالكم لو ذكر
كثير من القصص التي عايشها كما الأسير حسن سلامة في كتابه مؤخرا 5000 يوم في البرزخ هي حياة العزم، لا هو أسر بين أخوانه ولا هو موت. وكثير من الكتب التي تنتظر لحظة الانطلاق ولحظة الإشهار، هذه الزخارة وهذا الإبداع الذي أصبح الشارع الفلسطيني والكتاب تحديدا يلمسونه بين يدي المكتبات، ومن تجول قبل قليل في معرض الكتاب سيجد هناك لمسة حقيقية، إما من داخل السجون كتابات أسرى أو من خارج السجون يتحدثون عن الأسرى، فالأسرى اليوم أصبحوا نقطة هامة في تاريخ نضالنا، وهم يثبتون أنهم لم يناضلوا فقط بالبندقية، بل إنهم اليوم يناضلون بأقلامهم، يناضلون بمشاعرهم، يناضلون بإحساساتهم وينقلونها، ولعلها تكون قرعات في أذان هذا العالم الذي نسأل الله عز وجل أن يكون عالما حرا، وأن يسمع هذه المعاناة ويكون هناك تحركا حقيقيا من أجل قضية الأسرى. الأستاذة ابتسام صايمة ذكرت في هذا الكتاب الذي سمعنا عنه جديدا في هذا البحث المهم جدا حول قضية الأسرى، إخواننا الكرام، وقد عايشت وأنا في داخل السجن كثير من اللحظات التي كانت تعاني منها الأسرات من إدارة مصلحة السجون، هذه الإدارة التي لا ترعى فينا إلا ولا ذمة، وتحاول كل فترة أن تمعن في التعذيب والقهر والظلم لكثير من الأسرى وتحديدا للأسرات والأشخاص. هذه الدراسات بحاجة اليوم إلى وقفة جادة من داخل المؤسسات تتلقفها بل وتجعلها نصب عينيها في التحرك السياسي، التحرك النضالي، التحرك الفصائلي، التحرك القانوني. قضيتنا أيها الأخوة الكرام قضية عادلة، قضية عادلة وتستحق منا كل جهد وتقدير. وقبل أن نختم، مركز حضرات يوجهها من هذه المنصة الكريمة دعوة إلى كافة المؤسسات التي تعنى بقضية الأسرى وتخدم هذه القضية، وكافة المؤسسات الحقوقية، أن قضية الأسرى تستحق منا كل الجهود وتنتظر منا لملمة هذه الجهود التي نسأل الله عز وجل أن تتكلل بالإفراج عنهم جميعا. وإلى حين الإفراج يجب أن نرفع شعار أن الأسرى ليسوا أرقاما، هؤلاء قادات وقامات قدموا أغلى ما يملكون من أجلنا، من أجل شعبنا. الأسير الذي أمضى سنة وسنتين وثلاثة، وآخر إحصائية لهيئة شؤون الأسرى ما يقارب من 300 أسير أمضوا أكثر من 20 عاما داخل سجون الاحتلال، ولكم أن تتخيلوا 20 عاما كم فيها من سنوات، وكم فيها من شهور، وكم فيها من أسابيع، وكم فيها من أيام، وكم فيها من لحظات عانوا فيها مرارة البعد والفراق لأهلهم، عانوا الظلم والتفتيش العالي، وعانوا الكثير من مفاصل المعاناة، ومنها الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وسحب الإنجازات، كثير هي مفاصل معاناة الأسرى. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الندوة خطوة جادة ومهمة وحلقة مهمة من حلقات مناصرة الأسرى. نشكر لكم حضوركم الكريم، نشكر كل إخواني على المنصة على ما قدموا، ونسأل الله عز وجل أن تتكلل جهودنا جميعا ونرى الأسرى بين أعيننا قريبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه سميع مجيب. والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ أبو أنس الأستاذ حاج الحسنين على هذا الإيجاز الطيب، وننتقل مباشرة إلى